يلا مني بلّا بس قربي انت مش مبينة. ايوه يلا بلشي انت. لا انا بس اطلع الصوت. طيب يلا يلا بلشي. وز ده مش وز الدبان، صوت اعلى 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 وز عشان اسمعك. اه يلا دوري دوري افتح يدك. لا ماما لا انجرز. لا اه يلا دوري. هذا والله انا ليش خفت من الوز يعني؟ انا ليش هيك عملت؟ زعلان منك ايلا. ايوه ليش؟ كنت يا اخوان ايدي تخدرت. انت هيك دبانة. ايلا تعالي تعال غمض عيونك. دبانة بعمل بس غمض عيونك. بدي اعطيكي ايد، بتفهم شو راح احكي صح؟ راح اعطيكي ايد اوكي، وانت راح تحكي ايد ميرا ولا ايد ريان اوكي. يلا غمضي. حدا حط ايده، امسكوا ايده شوي. ايد ريان ايد ميرا. امسكي امسكي شوي. ايد مين هاي؟ ميرا. اوه والله عرفت. طب هذا شخص جديد، ايد مين هاي؟ ريان. طب تعالي تأكدي، ارجع حس كمان مرة لولو. غدير خدي صورينا. يلا ايد مين؟ غدير ماما. اوه ما هو هذا فسد. انت اسمك غدير؟ غدير غدير اه هذا خالد. غشاش بقولها غدير. طب يلا غمضي نحط لك ايد. يلا ايد مين هاي؟ خلودي. انبسط. كيف عرفتيها؟ احرجتهم كيف عرفت؟ شميت ريحتهم؟ عاملها حاله خلودي. كيف عرفتي ايد خلودي؟ كيف عرفتي؟ اوكي طب يلا خلودي غمض. خلودي غمض. شوف خلودي حيعرف ولا لا؟ لا لا شوي. يلا خلودي راح اغمض عينك تعرف ايد مين اوكي؟ ارفع راسك بس. ايد مين هاي؟ يحس امسكها. يلا امسكها. ايد مين؟ اذا بتعرف لك هدية المسة حسس عليها. ايد مين هاي يا خالد؟ يلا يا زلمة. ما بتعرف؟ مرة ولا مرة حسيت بهاي الايد؟ لو مكانك بتبرى منه. حس حس. مين؟ ميرا. ميرا؟ احنا صار ميرا. بابا. ايد بابا. ايدي انا. اوكي يلا مرة ثانية فرصة ثانية. غمض. اوكي ايد مين هاي؟ بس لا تحكي بسرعة. زلمة اترك هذا صابع اجريك. مش هاي. هذا انا هذا انا. ولك يا حل عني. هاي مين؟ كيف عرفت نايلة؟ عشان بدر اسمع الوز ماي نوز. شم ريحتها. نقول والله هذول قصة حب يا أناس. أشم ريحته؟ فيش ريحة. طب شم 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 ريحة. شم ريحة أيلا. شم ريحتها. شو ريحتها؟ شم شم سامع ريحتها. أنا أحلى ريحته ولا ريحة أيلا؟ شم نفس بعض. اعملي لنا بلالين نشوف نشوف. يا لا هيك بزكت علي.
اعملي بالونه ما تفيش علي وعلينا بابا كان ايده عنس عنس يلا شكل بابا حط لك جواتها ماي اه كمان واحده اكثر سترونج يلا كمان واحده ما بقدر اعرف ده ديفرنس طب اسمع تسوي تحدي اسئله مع خلودي وايلا اوكي والله حلو خلودي لا تعمل انا اشوف نه اه مثلا احكي لخلودي شو اللي بحب لون هيك قولها اوكي لا انت هيك فاهم الوضع غلط تحدي تحدي بين لولو وخالد صورينا تعال خلودي تحدي رح نلعب اوكي بس سوي صوره ميرا عشان تبينوا مع بعض تعال أيوة سلم صورة كمان تعال أيلا هون أوكي نشوف مين أشطر شو أكتر لون بتحبه أيلا شو أكتر لون بتحبه بينك صح طيب أيلا شو أكتر لون بحبه خلودي خلو لو صح اوكي لولو شو غرفتها يا خالد عليها كثير شو طب طب اوكي خلودي شو اكثر شيء بتحبه بايلا هارت بحب قلبها والله انا ما بعرف احكي زيه والله انا ما بعرف احكي بقول له شو اكثر شيء بتحبه بايلا بقول قلبها اوكي ايلا قد شو اكثر شيء بتحبيه بخلودي؟ لك شعر الكير يلا يعني شو بتحبي بخلودي؟ شو حلو هو؟ مش تحكي رجليها السبعة بزبطش شو في شيء حلو بخلودي؟ شوف تحمس شو بتحبي انت؟ لا تحكي قلب وتقلديش لولو شو؟ بقلد يلا مو كمان لا مش قلبه اشي اقوى اوكي شو بتحبي لولو احكي كليته انت خليك اقوى منه يلا اشوف لولو لولو لا تستحي يلا ولي يلا لا تستحي هاي تمبنيل لليوم تصورهم يلا تمبنيل اليوم انا ستطلع بلا شوي انا بعرف ايلا شكرا ايلا يا لولو يلا شو اكثر شيء بتحبيه بخلودي شو شو علي صوت اعلى عيون شو لون عيون خلودي شو لون عيون خلودي لولو طلع عليها عشان شو لون عيونها شو جرين جرين ولا بلو بلو مو جرين ايش شايفاهم جرين لا لايت جرين لايت جرين لو سمحت كوني دقيقة لا يذكري اخضر بعد بصحح على كلامها طيب خالد ولولو بروح على المدرسة بنفس الصف بنفس الصف آه. وبقعدين جنب بعض اسألهم اي مس بيحبوا مين اكتر مس بتحب؟ مس بروجكشن مس ايلين شو اسمها؟ والله اصعب اسم بشوفه بروجكشن شو اكتر مس بتحبي اسمها؟ شو اسم ايلين شو اسم التيتشر؟ مس ايلين حلوة مس بروجيك بروجيك اسمع اسأل لولو عن مس ايلين اسمها بروجيك اوكي لولو شو رايك بمس ايلين تحبيها حلوه هي منيحه حلوه كيف شكلها مس ايلين فروزي طيب اوكي السؤال القوي في بي لولو مين اكثر ولد بتحبيه بالصف خلودي خلودي مين اكثر بنت بتحبها بالصف ايلا طب السؤال القوي نشوف وين رح يبين الكذب من الصح تعال اقعد ليش وقفت اقعد 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 يا لولو احكي بصراحه اوكي مين احلى انا ولا خلودي احكي احكي مين طب مين احلى بابا ولا خلودي؟ خلودي ابو خالد ولك ايش هاب مين طفى الضو؟ بقول مين احلى بابا ولا خلودي؟ تقول خلودي لولو بابا اسال هلا اسال خالد طب مين احلى ماما ولا خلودي؟
ماما. والله ابو خالد خلودي من احلى بابا ولا أحلى؟ ايلا ماما ولا ايلا؟ شيل المصاصه واحكي. سالي مع السلامه. مع السلامه. وعندي كمان شكرا يا حبيبي. طب مين بتحب اكثر بابا ولا ايلا؟ بابا ايلا. مين اكثر بشوي؟ فكر بتفكر شوي اكثر. مين يا حسافه؟ شو نظرة الحب تبع ايلا؟ بتحبني اكثر انا ولا لولو؟ لا أكتر. لا مين أكتر؟ أنت وإلولو. أكتر أكتر. بابا يا أخي صاحبيته عم بحكي إنه بحبها أكتر من أبو أمه. زعلت لولو خلص. لولو زعلانة. أبوي وأمي وهي. بطة خاف من القتلة تبيت الليلة. مرضي مرضي الولد. ما شاء الله عنك يا خلود. والله رومانسي. اكثر شيء بتحبه قلبها كيف شفته؟ انا عشان شفت البرافو هنا البيكتشر شو شو بيكتشر شاف صورة قلبها كيف؟ شفت وين شفت صورة؟ انا شفت كلكم جوا البيكتشر. اطلع صورة فاميلي يمكن. انت صورة انت شفت قلبها لا بيك فاميلي احلى بالعصر معناها. طيب مين احلى احلى بنت بصفك؟ مين احلى جيرل؟ ايلا. طب هذا الحكي والله كثير حلو عن جد صح. احلى يا اخوان اصغر قصه حب العالم. احلى جيرل ماما انت حبيبي. واي كمان. ما تزعل اخوان والله رومانسيين. ها اسمع هذا ولا مره قديش تعرفت بنات بحياتي ولا مره قلت لبنت بحب قلبها. هاي كلمه قويه تبدا بحكي لها بنات اصلا بتدوب. اسمع تعال هو تعال علمنا علمنا انت ابوك نسوان. هو بحب قلب لولو ولو بتحب تعال طيب اذا في بنت حلوه شو احكي لها؟ عشان الارض اذا انا شفت بنت حلوه كيف احكي شو احكي لها؟ بحبك. ايش؟ بحبك. شو؟ طيب واذا كثير بشعه؟ اذا مو حلوه شو احكي لها؟ اذا مو حلوه اذا اقلي البنت شو يقولها؟ اذا مش حلوه تروح تروح روحي تروح تروح. طب انت شو تقول لولو انت؟ الله احكي لها بالانجليزي شو بدك تحكي لولو؟ اوكي هاي اوكي اوكي بده ينظف امها هلا. ايوه بانا ما شكرا. شو بدك تحكي لها؟ يخرب بيتها شعرت سحر. بحبها. بتحبها؟ خلص تعملنا رومانسية زايدة احنا. والله اسمع لازم يعني جد انا متحمس اشوف عرسك يا خلودي. متحمس اشوف البربربرزل تبعك. هيك اسمه. هاي سوى كمان عرس. شكرا اي لاف يو بابا. البربرزل. خلودي. حتى راح لولو مرة ثانية. اعطوا بعض هاك. وانا انس في وراك واحد انس نسيته اخيرا تذكرتني. صوريني محمد صوريني تعال نصور.